مرحبا، انا امبرا ناصر ابو لافي. كان اخر جمله سمعتوها مني بستار اكاديمي انه حكون زي القطار، وحبيت اليوم ابلش حلقتي وانا بالقطار نفسه. سو حنعيش مع بعض يوم كامل وحلو جدا جدا جدا، في حماس وفي قوه. سو يلا معنا براح. اللي شفته اليوم أول إشي جزء من مشروع اسمه مشروع إحياء التراث. الهدف تبعها إنه نعيد تجسيد حدث مهم بالثورة العربية الكبرى، اللي هو تفجير القطار وقطع السكة اللي كانت خط الإمداد الرئيسي للإمبراطورية العثمانية والدولة العثمانية بالحجاز. فاستطاع الثوار العرب بقيادة الشريف حسين والأمير فيصل ولورنس العرب تي إي لورنس إنهم يفجروا القطار ويحرروا المنطقة وينظفوها. خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العشيق، وإن حد سألك عني قوله كنا أوفني، وإن كان حبيبي وكان حياتي عشرة لي أسنى. عاش شباب، عاش. كيفكم؟ شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. حبيبي حبيبي كيفك فؤاد؟ شو الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. شو عاملين؟ أقعد تفضل حبيبي. هلا أنا بدرس راب، يعني أنا بعطي دروس راب بجميع الستايلات الراب. عندي ستودنت كتير، يعني عندي من عمر 9 سنين لعندك 30 سنة بنات وشباب، ومواظب كمان على الأغاني تبعتي والكليبات اللي بتنزل لي باستمرار. بحاول إنه أنا أثبت وجودي بهالشي كتير، بحاول أعمل بومينج، لكن الوجود إنه أنا أقول إنه أنا موجود هذا أهم شي. أعمل لي مكتبة كبيرة من الأعمال تبعتي، وبنفس الوقت أعلم وأعطي ثقافة الراب الصح لتلاميذ تبعوني. أقول لك على أول إشي بالراب. الراب عموما هو الشخصيه، هي اللي بتحدد لك انت شو ستايلك وشو وين بدك تمشي وشو بدك تعمل وشو بدك تسوي. يعني عمرك ما تسمع مغني راب وتيجي تقلده، هذا اكبر غلط. انت شو شخصيتك؟ عصبي، سوفت، بتمزح، بتهذا، طلع اللي جواك على هالاساس بالراب. عشان تخترع لك ستايل، عشان تطلع ستايلك كله. واول شيء بدك تكتبه اكتب عن حالك عشان انت اضرب حالك. او 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 ادخل معي فوكل. واو اوكي، انا امبراطور واثق من حالي، ما بتلبك وانا ماشي، ما بطلع خيالي، اوعيه كلها رخيصه ما فيها اشي غالي، لاني ببساطه ما بحب اتباب حالي. انا امبراطور من الاخر صح، كلامه كله واضح ما فيهوش كلمه بح، لو شفت اشي ما في او غلط على الناس ما بسكت عليه، وعلى طول بوضح حلمي اني اكون زي توباك وسلم، يكون اغلب كلامي مواضيع بتهم، وطمن يا شيوخ انا عمري ما رح انم، كلامي رح يكون منشور وكل في عم بلم، مولود في حي شعبي مش عايش على الايس كريم، طور شخصيتي الفكري عندي My CV. أوكي. هذا النوع من الراب اسمه رش. شو يعني رش؟ اللي هو أنت بتقول الكلام دو 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 ورا بعض. ممكن بنفس اللغة وبنفس الأغنية تعمل شيء اسمه سوفت. صح. ممكن تعلمنا كيف يعني السوفت؟ أوكي. برافو عليك. أعطيني تيمبو أخف.
تيمبو نفس الرش اللي انت عملته ريدم اه تيمبو اخف شوي يا تن دن تن نن نن يا اها 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 انا الامبراطور واثق من حالي ما بتلبك وانا ماشي ما بطلع خيالي اه اوعي كلها رخيصة ما فيها اشي غالي لاني ببساطة ما بحب اتبها بحالي انا الامبراطور من الاخر صح كلامي كله واضح هذا السوفت. الناس بتتواصل معي عموما في منهم من الفانز وفي منهم من الناس العاديين اللي هم حتى ما بيعرفوني بيعرفوني كرابر ما بيعرفوا انه انا كنت ببرنامج او شيء او بيعرف انه هذا مدرس راب بس من خلال السوشيال ميديا من الفيسبوك من الانستغرام يعني من الناس من الناس عموما بتقول هذا بيعلم راب هذا بيعلم راب انا بحب الراب عندك ناصر ابو لافي مين ناصر ابو لافي ناصر ابو لافي اللي كان بستار اكاديمي بيغني راب بيعلم راب وهيك فبيتواصلوا معي بس اكثر شيء طبعا على السوشيال ميديا يعني بدك تتعلم الثقافه الرابر لازم يكون مثقف هو معظم الناس بتقول انه الرابر شارع احنا شارع احنا 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 تعلمنا الراب من الشارع وكلامنا كلام شارع وكل شيء بس هل ممكن انه احنا نكون في الشارع وكلامنا من الشارع نكون قليلين ادب صياع لا انا مثقف متعلم بيكون عندي الاكشن اللي بيصير بالشارع الاكشن اللي بيصير بالبيت عندي الاكشن اللي بيصير بيني وبين حبيبتي بطلعه بابداعي بكلامي بصوتي باسلوبي كل البلد يحبوني كامل ما كل البلد يحبوني عشان بحب ارفع نسبة الادرينالين عندي والمغامرة والتحدي وكل اللي بيعرف ناصر بيعرف عنه هالشيء سو اليوم نازل اغطس مع انه في تكنيك صعب بالتنفس بيبقى التنفس كتير صعب تحت المي بس ما في شيء مستحيل بالتمرين وبالتركيز وبالاصرار وبالتحدي بدك تعمل اللي انت بدك اياه واليوم بدي انزل وانتو حتنزلوا كمان معي نتفرج على السمك ونتفرج على الشعب المرجانية سو تعوا معي وتحدوا حالكم وتخليكم مؤمنين بنفسكم انكم ممكن تعملوا اي شيء بالدنيا وما تصدقوا اي حدا انك ممكن تعمل شيء كانت اخر شيء تي قصه يبقى يو كان كسرت حاجز الخوف وقلت خلص انا صرت بهالمطرح وصرت بهالمكان وانه انا جاي من اخر الدنيا عشان بدي اعمل هالاكسبيرينس هاي بدي انزل تعاملت مع المي وتعاملت مع التنفس تبعي وكسرت حاجز الخوف والرهبة رائع جدا حماس توجيهات طبعا كابتن خالد وكابتن عصام قدرت انه انا اغطس انا بدي ابكي من كتر ما انا متحمس من كتر ما انا مبسوط ادرينالين قد ما بدكم تحت سحر سحر جد سحر تحت عالم تاني بدك تتعامل معه وتتعايش معه قد ما فيك برا امبرا ناصر ابو لافي
أنا برج النار، برج الحمل، رقم حظي 13، ياس إجري 42. أنا هواياتي المارشال آرت، التمثيل، الغناء، الراب بروفيشنال. أطيب أكل عندي السلطة، بحب البيض مسلوق. كان عندي تاتو وتشال، عندي بجبيني الإسكار، الندب من الجبيني، وأنا كملته لفوق على أساس أنه حركة. بشجع ريال مدريد، بنام بالبوكسر. أول شيء بنام مفروض، وبعدين على يميني على شمالي، وبعدك ما بحس على حالي، بنام على مخدتين، بغني تحت الدوش كتير. لا ما بخاف من الأشباح، بلعب معهم. بحب اسم بارون، بدي أسمي اسم ابني بارون. القول المأثورة اللي بحبها، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. ما عندي فوبيا من حيوان معين، بس ممكن الأسد، بس بحب ألعب معه، ما بحب الكذب. أكتر كلمة بستعملها براح، الشخص السلبي اللي فيني العصبية، وما بحب أستغنى عنها. الشغلة الإيجابية اللي فيني الطيبة. اللعبة اللي أنا بحتفظ فيها من طفولتي ثاندر كاتس. بحب شكلي كتير، ما بحب أغير إشي بشكلي. يعني لما بيجيني تعليق على السوشيال ميديا ما بيعجبني، بتفرج عليه وبضحك. ما في شيء ما بقدر إنه أنا أعمله، لأنه أنا بحب أكون على طبيعتي أكتر. يعني لو حد قال لي يا ناصر أركض بالشارع وصرخ وإيش لحتيابك، هعملها. شخص واحد ما بقدر إنه أنا أحكي معه، مش زعلان منه، ما بقدر إنه أنا أحكي معه عشان ظروفه، خولة بن عمران. أكتر شيء غير لي مسار حياتي هو برنامج ستار أكاديمي. جبريل حبيبي صاحبي من أيام الجامعة، كان بيرقص بريك دانس، ذكي وكتير شاطر. أعطيته البيزك بس تبعت الراب، ليه ما تغني راب؟ قال لي عمري ما فكرت. قلت له جرب، في وان تو، في هيك وفي هيك وفي هيك، جرب. لقيته صار يسمع كتير راب، لقيته صار كذا كذا، اتقدم صار يغني معي. كوننا فرقة اسمها بريث باند، بدأنا مشوارنا، عملنا إعلان لقناة معينة، عملنا حفلات، عشنا مع بعض كتير أيام آسية. هاي العلاقة اللي ما بين جبريل ونصايح، وما بيننا من بعض بنسمع لبعض، بنتناقر كتير وما بنعجب بعض كتير، بس بنضلنا أصدقاء وبنضلنا حبايب. انت قلت لي شيء، لو كل الناس يعني مجانين زيك ما بعرف شو قلت لي لو انت بيقولوا عليك الناس مجنون، يبقى خليك هيك مجنون عشان انت احسن حد. كون مجنون بس كون صاحب. ما تكونش مش صاحب، تكون ساحب طبيعي. صاحب. ففي هيك كم من واحد غدرني صاحبي بوجودك، وانت ما كنتش موجود. يا صاحبي، لو كنت موجود وكتبنا ليركس هيك في الشينه، قلنا قل لي. فكنا نحكي وين الكلاب اللي كان الهدناب حوالي بتهز، وين المكالمات العموبايل اللي كانت بالساعات ترف، وين تطبيق جملة احنا اخوان مش اصحاب، رجال مش اولاد، عيب عليك صاحبي الكلام هاد. ايام مرت وكشفت كل شي قال وانتسى، زي ما قرشك قل، زي ما صاحبك ول وانتسى، اختفى ودفع وقضى كل المصالح تعته منك وانتفه. صدقت يا أمي لما قلت الصحبة ما بتدوم لحدا، أصابعي لما تابت عن اللف ما عادت تنحب، ولما خطواتي راحت على المساجد صارت يتيمة الأب. والزمان هاد اللي احنا فيه الناس ماشي على مبادئ، ما فيش صحبة لله، ما فيش صحبة من دون مصالح. فأنا ماليش غير كم صحبة اللي من طفولتي مع هربيت، وكم شنب بنشد في ظهري من النوع الفريد، بس أنا تعلمت منهم درس عليهم كان تطبيقه، اللي اشتراك اشتريه واللي باعك بيعه. يلا أصحاب للبيع. أنا بقاس انا بعاني، انا اصلا ميت من زمان، يا ريتك ترجعي لي، انا مستنيكي كيف مكان. اهدى وخد نفسك يا صديقي، هالشي مو بايدك ولا بايدي، احب انسانه مرحول هلا باحلامي الورديه،
بصحى من الغيبوبة عشان القصة خيالية بإيد الصليب وتغني القرآن الأميرة من الإنسان. مجال التمثيل هو فيني أصلا يعني من زمان، حتى من قبل ما أكون نجم ستار أكاديمي. يعني أنا كنت بحاول من زمان أنه أنا أكون ممثل ورابر، فأنا كل ما بسمع أنه أي شيء بده يصير على تمثيل من أصحاب الفنانين من أصحاب المخرجين المنتجين بسألهم، بعرض عليهم نفسي. هذا الشيء كتير مهم، الفنان هو سلعة بده يروج نفسه، لو ما عنده مدير أعمال لو ما عنده شركة إنتاج المفروض هو اللي يروج نفسه ويطلع ويسعى ويروح ويجي. مش عيب انه البني ادم يسعى لحلمه. احنا تعلمنا بستار اكاديمي انه اكون فنان متكامل شامل، فاكيد لما بدي اسمع انه في كاستنج بركض عليه، انه انا احاول بحاول اضبط مع مخرجين، بحاول اضبط مع فنانين اصحابي. اكيد طبعا بيكون في صعوبه للوصول لهالشيء، لكن بالاراده وبالعزيمه ان شاء الله انه بثبت نفسي بهالشيء. ما عندي أي مانع إنه الواحد يثبت نفسه بدور مميز، يكون خفيف أو يكون صغير، لكن يحط بصمة ويطلع ويكون في عنده تجربة ورا تجربة ورا تجربة، بيكبر بهالشيء. اوكي سوري انا هون باجي اخر يومي، بطلع طاقتي السلبيه، بطلع غضبي مع كابتن الكبير أخطر رجل بالأردن محمد أبو خديجة. بنصحكم نصيحة، ما حد يجرب يعصبني، ما حد يجرب يعصبني، كابتن أخطر رجل بالأردن. حبيبي بعد التجارب اللي أنا مريت فيها بشغلي وبحياتي وبين أصحابي ومع أهلي، إنه لقيت العصبية صارت ترد سلبي علي، ترجع سلبي علي. في اوقات العصبيه بتكون نافعه مع ناس، وفي اوقات العصبيه بتكون مش نافعه مع ناس، بس بالشغل عموما، بالشغل مش بالحياه الاجتماعيه او بالشارع او بمكان، مكان شغلك مكان دراستك ممكن انه يكون في هيك وهيك، وممكن في شغلك هيك وهيك، لازم تتعلم من 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 اللي انت بتعمله. هلا انا مثلا بشتغل، شو بيصير؟ بتخانق مع مخرج، بتخانق مع تبع كاميرا، مصور كاميرا، بتخانق مع تبع الصوت، وهذا بيصير بيرجع لي بالسلبي. فصرت شو اعمل؟ على قد ما بقدر، على قد ما بقدر ببلع ريقي، بعد للعشرة، بغمض عيني، بلف، بتمشى، بفصل عن الشيء اللي صار، بقول اكيد هدول الناس ما بدهم يطلعوني بشكل سيء، بدهم اياني اكون احسن شيء. مكسور كم؟ سوري أبوس إيدك، أبوس إيدك، اتركني. نو. وهلا وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى أنكم تكونوا اتبسطتوا معنا اليوم مع إمبرا ناصر أبو لافي. بتمنى كمان أنكم تعرفوا إمبرا ناصر أبو لافي على كل السوشيال ميديا، كلمات ناصر أبو لافي، تحدي، إرادة، عزيمة، ثقة بالنفس، بالله. بالعمية والعربية واللبنانية، شو اللي صار؟ ارقص.
صوت ساعة ارفع شعار الميدل ايست هي الحوار خليك نمبر 1 خليك ستار اب